نشوف زين احنا عمال مؤسسون غاز كنا بتبرع بالدم، نتمنى من عمال الزملاء تاعنا يتحكوا يتبرع بالدم اللي صار في مستشفيات ملك حمشة، ونشكر الجمعية للمبادرة هذه اللي دارتها، ونتمنى جميع أي إنسان عنده تسمى عنده الكفاءة باش يقدر ينحي الدم غير ينحي الدم، خاطر المرأة تاعهم يعانيو. وفقا للبرنامج المسطر من طرف المديريه العامه للشركه الجزائريه لتوزيع الكهرباء والغاز، يعني بالتنسيق مع منظمه وطنيه للتبرع بالدم، اليوم حلت عن امتياز توزيع الكهرباء والغاز لولايه حنجلة جمعيه واهبي الدم، وهذا من اجل انجاح فعاليات اليوم تبرع بالدم على مستوى امتياز توزيع الكهرباء والغاز لولايه حنجلة. يعني العمال استحسنوا هذه العمليه وتوافدوا على مقر امتياز منذ الساعات الاولى. يعني من هذا المنبر وعبر قناتكم اشكر كافه المتبرعين بالدم لفائده المستشفيات. في إطار البرنامج المسطر من الوكالة الوطنية للدم بالتنسيق مع المديرية العامة لتوزيع الكهرباء والغاز ونظمت الجمعية الولائية لواهبي الدم حملة التبرع بالدم مع المديرية الولائية للكهرباء والغاز، وكذلك مديرية الصحة والسكان لولاية حنشة والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة صالحي بن قاسم خشلة حملة التبرع بالدم لفائدة المرضى المتواجدون حاليا في المؤسسات الاستشفائية، كما نطلب من كل عمال وعاملات المؤسسة أن يلتحقوا بهذه الحملة هذه اللي متواجدة على مركز الدفع في المديرية، وكذلك السكان اللي راهم راغبين باش يحبوا يتبرعوا لنا بالدم تاعهم ماذا بهم يجونا لهنا للمديرية.